ما هو الستر ده احنا قلنا اعظم حاجة في الدنيا، وهند الاتنين على السرير والاتنين ميتين المرة دي ماتوا في اوضة النوم. هند ومين؟ اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة محن، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في 6 اكتوبر محافظة الجيزة، وعلشان نكون اكثر تحديدا حصلت في الحي الرابع. انا معرفش يعني صداقة تجمع بين راجل وست. ليه؟ هي الصداقة دي ما تنفعش بين راجل وراجل؟ ما تنفعش بين ست وست؟ لازم الصداقة تكون بين راجل وست؟ تقولك انتيمي، صديقي، صديقتي، ينفع الكلام ده؟ طب الصداقة دي ممكن تتطور لإيه بعد كده؟ بنقول في الأول صداقة، لكن بعد كده بتوصل لإيه؟ لعلاقة، لأن هي في دماغها إن ده صديق دلوقتي، وبعد كده بستريح له وبيستريح لي، بحكي له ويحكي لي، والنتيجة غالبا و99.9% بتوصل لعلاقة غير شرعية. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في الحي الرابع في مدينة 6 اكتوبر محافظة الجيزة. بنت اسمها هند، او سيدة اسمها هند، عندها 34 سنة، وليها صديق اسمه مينا اصغر منها بخمس سنين، عنده 35 سنة. هما شلة مع بعضهم، بيخرجوا بيسهروا بيتفسحوا، كل واحد ليه صديقته. ما احنا بقينا في اوروبا، كل واحد دي صديقته والشلة معروفة، فلان مع فلانة وفلان مع فلانة وفلان مع فلانة، بيتجمعوا يسهروا ويتفسحوا ويخرجوا ويمشوا ويروحوا وييجوا، واخدين شقة في الحي الرابع علشان يقضوا فيه وقت جميل لما يحتاجوا. كل اتنين كابل او كل اتنين يعني اصدقاء واخدين شقة في الحي الرابع، مخليها لمزاجهم. النهاردة سين وصاد عايزين يقعدوا لوحدهم، مفتاح الشقة يروح، وكلهم بيشتركوا في دفع ايجار الشقة، وعاملين بحيث انهم مرتبين ان مفيش اتنين يروحوا ويكون في اتنين هناك. يعني النهاردة يتصلوا بعضهم، انا واخد صاحبتي ورايح الشقة النهاردة، محدش يجي غير لما نخلص. عايشين حياة ما فيهاش راضع او وزع ديني. طب ايه اللي حصل وايه اللي كشف وهتك الستر؟ ما هو الستر ده احنا قلنا اعظم حاجة في الدنيا. هند اتفقت هي ومينا ان هما يلتقوا لقضاء سهرة حمراء في الشقة والدور علينا. بالفعل رتبوا، وعدى مينا خد هند بعربيته وطلعوا على الحي الرابع مدينة 6 اكتوبر في الشقة المستأجرة، ومارسوا العلاقة كاملة. وفي الصباح الباكر زمايلهم، ما كل واحد خلي ان واحد عايز يروح الشقة، يتصلوا بمينا محدش يرد، يتصلوا بهند محدش يرد، الزملاء قلقانين وفي نفس الوقت عايزين يروح الشقة، ما كل واحد حسب نزواته وحسب طيشه. قعدوا الشلة مع بعضهم، وبعدين يا جماعة هم هند ومينا فاكرين الشقة دي بتاعتهم لوحديهم، ده بيردوش حتى على التليفونات. واحد قال لك يا جماعة انا خايف يكون حصل لهم حاجة، يا جماعة انا احنا قلقانين، احسن يكون لا قدر الله حصلت مصيبه. قالوا يعني حصلت مصيبه لهم هما الاثنين؟ ما لو حصل مصيبه لمينا كانت هند هتتصل، ولو حصلت مصيبه لهند كان مينا هيتصل، ولو العكس كانت هند هتكلمنا. فقالوا لا احنا نروح الشقه نشوف اللي حصل. بالفعل راحوا الشقه، بيفتحوا المفتاح اللي قافلين من جوه، هند ومينا قافلين باب الشقه من جوه، قعدوا يخبطوا محدش بيفتح. يا اصدقاء اتصلوا بالبواب تحت، اطلع لهم. طلع البواب في ايه؟ قال له مين؟ قال له هذا طلع هو وكانوا صاحبته طلعوا فوق دلوقتي. قال له طب كتفك معانا. كسروا باب الشقه، دخلوا لقوا مينا وهند الاثنين على السرير والاثنين ميتين والشقه متعبقه غاز. اللي حصل ده حصل في الحي الرابع في 6 اكتوبر. تخيلوا هند اللي عندها 40 سنة ومينا اللي عنده 35 سنة، الاتنين ماتوا في غرفة النوم نتيجة تسرب الغاز داخل الشقة.
طبعا هنا بقى ما ينفعش هنعمل غصب عن العيال لازم تصرف بالشرطه فضيحه كامله. الشرطه جات لقت الاثنين ميتين. الطب الشرعي قال لك ده الوفاه طبيعيه نتيجه استنشاقهم غاز تسرب من مواسير الغاز الطبيعي اللي في الشقه وادى الى وفاتهم، لان احنا قلنا الغاز ده ليس له لا طعم ولا ريحه ولا لون، فبالتالي الانسان وهو نايم زي اللي بيستحمى ما كانش يبقى الحمام فيه شباك وفتح التهويه، الغاز اللي بيطلع ده والبخار اللي بيطلع لا ليه ريحه ولا ليه شكل ولا لون ولا ليه اي ولا طعم، فالواحد يفضل يستنشق غير مره واحده بيجي مغمى عليه من غير ما يحس، وياما عرسان وعرايس ماتوا كده وهم في الحمام. المره دي ماتوا في اوضه النوم هند ومين نتيجه استنشاقهم غاز لا ليه لون ولا ريحه ولا طعم، ما حسوش غير هم مره واحده ميتين. جات اسره هند وجات اسره الشاب مينا هيقولوا ايه؟ هيبرروا ايه؟ بنتك وابنكم مات في حضن بعض وهم في شقه لوحديهم كانت مستاجره لقضاء سهره حمراء. طبعا كل اسره استلمت، اسره مينا استلمت مينا ودفنته، واسره هند استلمت هند ودفنتها لان الوفاه طبيعيه. الاثنين الشباب دول ما فكروش ولو للحظه ان ممكن لا قدر الله تحصل حاجه وتبقى فضيحه حتى بعد ما ماتوا، فضيحه لاسرتهم، فضيحه لاسره الفتاه، وفضيحه لاسره الشاب. اللي عندها 40 سنه دي للاسف ما قدرناش نتاكد هي متجوزه ولا مش متجوزه، مينا ده كان متجوز ولا متجوزه، ما حبيناش نفتش في دفاتر ممكن تاذي ناس ابرياء. زوج لو هند متجوزه زوجها ذنبه ايه؟ وولادها لو عندها اولاد ذنبهم ايه؟ ومينا هنسال على زوجته هي ذنبها ايه واولاده ذنبهم ايه؟ فقلنا نكتفي بالاسام. شفتوا احنا احيانا طشنا وعدم خوفنا من ربنا ممكن يوصلنا لفين؟ اهي الاثنين ماتوا نتيجه استنشاقهم حاجه غير متوقعه تماما، مش هنقول الجيران خبطوا عليهم ولا صاروخ جه خبط في الشقه، لا ده غاز ما حدش بيشوفه موتهم علشان الجريمه تبان ويموتوا هما الاثنين وهم في الخطيه. واحد يقول لك يا اخي يمكن ما كانش بيعملوا حاجه غلط، اما كانوا بيعملوا في الشقه ايه؟ هما الاثنين لوحديهم اصدقاء ما اجتمعش راجل وامراه الا وكان الشيطان بينهم. طب ليه؟ ليه ما بنفكرش في التوابع يا جماعه والنتائج اللي ممكن تترتب على المصايب اللي احنا بنعملها؟ ذنبه ايه ابو البنت واهلها؟ وذنبه ايه الشاب اهله؟ ولما الاصدقاء خافوا وجروا يشوفوا ايه الشقه عشان كانوا محتاجين الشقه، كانوا ممكن الجثث لغايه ما تتحلل لان الشقه مستاجره. يمكن صاحب الشقه بس كان هيسرع على الايجار. هنقول ايه؟ ربنا يسترها علينا يا رب، دنيا واخره، ولله الامر من قبل ومن بعد.